هذا وتتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مرحلتها 22 لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60%. نجد المزيد من التفاصيل مع عبد الله بركات مراسل التلفزيون المصري. نحن الآن في إحدى السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 22 في 15 من الشهر الجاري. هذه السلاسل التجارية وأفرع السلاسل التجارية وصل عددها على مستوى الجمهورية إلى 993 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى جميع المحافظات. هدفها الرئيسي أن يتم توفير السلع الاستراتيجية والأساسية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، نسب التخفيض تتراوح فيها ما بين 30 إلى 60%. إضافة أيضا إلى الشوادر والصرادقات المختلفة التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع كبار الموردين والكيانات الصناعية الكبرى لتوفير هذه السلع، بحيث يستطيع أعداد كبيرة من المواطنين الاستفادة من تلك التخفيضات لتلبية احتياجاتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وزارة الداخلية عندما أطلقت هذه المرحلة من المبادرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كان الهدف الرئيسي التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل متغيرات إقليمية ودولية تستدعي تكاتف الجهود بين أجهزة الدولة المعنية لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة. المبادرة لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما أيضا هناك منافذ أمان المشاركة في هذه المبادرة والتي تتبع وزارة الداخلية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، يتم توفير هذه السلع فيها بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 50%. إضافة أيضا يتم توجيه سيارات متنقلة أو قوافل من السيارات المتنقلة إلى مختلف المحافظات، توجيهها إلى المناطق الأشد احتياجا ليستفيد منها المواطنين من خلال تجهيز عبوات تتضمن سلع متنوعة أو سلع أساسية بيحتاجها المواطن خلال شهر رمضان المبارك للتخفيف عنهم. هذه المبادرة بالفعل شهدت خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة في نجاحها في تخفيض أسعار السلع المختلفة، وهو ما يعني يترجمه هذا الإقبال الكبير من المواطنين على تلبية احتياجاتهم من الأفرع والسلاسل التجارية المشاركة وأيضا الصرادقات المشاركة في هذه المبادرة.